انوشكا، فين امتى كانت نقطة او لحظة اكتشاف الصوت الحلو عندك؟ لما وانا عندي 4 سنين، بدري قوي. مين صاحب ال اختي كانت بتغني برضو زمان، وخدتني معاها مره بروفا يعني في الجامعه وكده. وقتها اكتشفوا ان انا بغني معاهم، واغاني من القديمه اللي هم بيبقوا حافظينها. كانت ساعتها حرمت احبك غنتها. ياه، ده انت فاجئتيهم، يعني طفلة 4 سنين حافظة حرمت احبك. ووقتها بقى خلاص عرفوا في البيت وكده، وابتدوا يهتموا ودخلوني معهد كونزرفاتوار وكده. انت دارسة بقى موسيقى. مظبوط. بتفرق في ايه الدراسة مع الموهبة والصوت الحلو؟ بتفرق ان انا ببقى فاهمة، يعني ببقى فاهمة اغاني منين. انت مش يعني بس بقى، ده معناه انت مش بس كورال جامعة، انت يعني مسارح بقى، مسرح الأوبرا. اكيد طبعا دخلت الاوبرا وانا صغيره جدا مع مايسترو سليم سحاب، وفرق كتير جدا، مسرح البالون، انغام الشباب، حاجات كتير جدا فرق وانا صغيره. ولحد ما كبرت فضلت اخش اتنقل من فرق لفرق، وعملت حفلات كتير على مسرح ساقية الصاوي وفي حتت كتير وكده بس. وحاليا انا برضو في فرقه بنات مصر مع المايسترو محمد عثمان. ده نفس ما شاء الله مكتشف المواهب. طب هتسمعينا ايه؟ حرمت احبك برضو ولا حاجة تانية؟ لا ممكن في يوم وليلة. طب يلا بينا. في يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي، أنا وحبيبي، دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغلني تفو. عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغلني تفو. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى أشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه. نسينا رحنا على بحر شوق، وفضلنا نشرب ودوبنا فيه. ومين يصدق يغرى ده كله، ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة، ليلة 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 ليلة.